مرحبا يا أصدقاء، هذا ديدي وأنا نور الحكيم. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور، تمنحنا الطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك طاقة يا نور، سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة، أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. طاقة نور القصوى. الصرير. أصدقائي، كم أنا سعيدة برؤيتكم. اسمعوا، الأرجوحة تصر، كل ما في القلعة يصدر صريراً اليوم. يصعب علينا هذا الأمر الحركة. حتى قطار ديدي يصدر صريراً. يجب أن نبحث عن مصدر كل هذا الصرير. شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم، ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعبة عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. أفسحوا المكان في المنطقة. هكذا، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بأصابعكم في الهواء هكذا. لفوها في دوائر. واصلوا اللف. أسرع أسرع أسرع. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. إنه يعمل. ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر. لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. نجحنا يا أصدقائي، لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور. لا تخبرني، لا تخبرني، كل شيء يصدر اليوم صريرا. إنه حكيم ذكي. ترى ما مصدر الصرير؟ لنرى. أها، كنت أعرف هذا. إنه وحش الصرير. وحش الصرير؟ يستمتع وحش الصرير بصوت الصرير. لا يستطيع التوقف عن الصرير، حتى الزيت لا يمكن أن يجعله يتوقف. وبما أن الصرير سيلازمه دائما، قرر أن يجعل كل شيء يصدر صريرا. هل تعني أن وحش الصرير سيجعل العالم كله يصدر صريرا؟ الدراجة والأرجوحة وكل شيء. أخشى هذا يا نور. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن وحش الصرير ونمنعه من أن يجعل كل شيء يصدر صريراً. للعثور على وحش الصرير، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب. هناك ثلاثة أبواب لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. وحش الصرير؟
ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش الصرير. أشكرك أيها الحكيم. لا شكر على واجب، والأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك الآن. سنبحث عن ثلاثة أبواب، علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب! هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الآن. طاقة نور القصوى! اجروا يا أصدقاء! الباب! نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، كلب على أرجوحة. هل هناك كلاب نائمة خلف الباب؟ موصد، نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر، هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين كأنكم في طول الزرافة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عالياً. مدوا أيديكم. والآن انفذوا. أمسكوا المفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. لندخل من باب الكلاب النائمة. أوبس! أنت الأول، هيا بنا. أصدقائي، يبدو أننا على متن سفينة. كلاب نائمة، هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر من السفينة. هذا الأمر سهل جدا. لقد لعقني. احذر يا ديدي. هيا يا أصدقائي لنواصل الطريق. لاقني مجددا. لماذا تلعق الكلاب وجوهنا؟ هذه سفينة الكلاب النائمة، إذا استيقظ الكلب سيلعق وجهك ولن تتمكنوا من الوصول إلى الباب. لا توقظوا الكلاب وتسللوا في هدوء، لكن احذروا لأن الأرض تصدر صريراً. كيف نجتاز الكلاب النائمة دون أن نصدر أي صوت؟ لاجتياز الكلاب النائمة، اختاروا حركة من الحركات. هل حركات؟ هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي لا نصدر أصواتاً توقظ الكلاب النائمة؟ الفيل ثقيل الخطوات، القط المتسلل، الحصان السريع. القط المتسلل،
أحسنتم. هيا يا أصدقائي، علينا أن نتسلل مثل القطط. نخطو خطوة خطوة لنجتاز الكلاب. تسلل رائع يا ديدي. هيا نتسلل مثل القطة. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة تسللوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. تسلل. نصل إلى الباب. سنتسلل في الخفة مثل القطة. يجب أن تظل هذه الكلاب نائمة. وصلوا التسلل يا أصدقاء. وصلوا التسلل. أحتاج إلى الطاقة. تسللوا معي يا أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. تسللوا بسرعة أو تسللوا ببطء، لكن أهم شيء أن تتسللوا بهدوء. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة أوبس. نور القصوى. واصلوا التسلل. لا نريد أن نوقظ الكلاب. نعم، نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا الكلاب النائمة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. يا له من رقص رائع حقا يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، مربعات حمراء وبيضاء. إنه لوح لعبة الضعمة. لنذهب إليه. هيا بنا. مستعدون؟ موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. والآن اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب لوحة الضعمة. هيا بنا. لوح الضعمة. أحب هذه اللعبة. وأنا كذلك. هل ترون الباب الثالث؟ هاي، ها هو هناك. هيا يا أصدقاء، هذا أمر سهل جدا. علينا أن نعبر هذا اللوح. إنه ليس أنا. انظري، ضفادع. ضفادع كبيرة. هاي، هو، احذري أيتها الضفادع. تريد إبعادنا عن اللوح. كيف نصل إلى الباب الثالث والضفادع تقف في طريقنا؟ هذا لوح لعبة الضعمى للضفادع. أكثر ما تحبه هذه الضفادع هو القفز. لا تدع أي ضفدع يقف مكانكم. اقفزوا بسرعة كي تبتعدوا عن الضفادع، وإلا لن تصلوا إلى الباب الثالث. كيف نقفز بسرعة ونجتاز الضفادع؟ لاجتياز هذه الضفادع
اختاروا حركة من الحركات. الحركات! هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نجتاز الضفادع؟ الدودة الملتوية؟ القرد المتسلق؟ الأرنب القافز؟ الأرنب القافز! أحسنتم! للقفز بعيداً عن الضفادع، علينا أن نقفز، نقفز، نقفز مثل الأرنب. يقفز ديدي مثل الأرنب. لنقفز جميعاً مثل الأرنب. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أقول ثلاثة، اقفزوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. قفز! اثنوا ركبكم واقفزوا معي. لا تدعوا أي ضفدع يقفز مكانكم. هيا يا أصدقاء، قفز، قفز، قفز. لن نتوقف قبل أن نصل إلى الباب. اقفزوا الآن. انخفض مستوى الطاقة. اقفزوا معي يا أصدقاء. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القسوة. واصلوا القفز يا أصدقائي. نجحنا يا أصدقاء. عبرنا لوحة لعبة الدامة. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. أها، رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا معي يا أصدقائي. ما هذا يا ديدي؟ يا له من مسحوق زلق جدا، يجعل كل شيء زلقا وناعما. احتفظ به يا دادي، من يدري قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. وحش الصرير. ليس موصدا. هيا يا أصدقائي، لنمنع وحش الصرير من أن يجعل كل شيء يصدر صريراً. واو، كل شيء هنا يصدر صريراً. أصدقائي، هل تعرفون من يعيش هنا؟ وحش الصرير. إنه يصدر صريراً بالفعل. لا يستطيع أن يتحرك كثيراً، ويجعل كل شيء حوله يصدر صريراً. إذا عثر على شيء يعالج صوت الصرير، لن يجعل كل شيء حوله يصدر صريراً. هل تذكرون ما قاله الحكيم؟ حتى الزيت لن يمنعه من أن يصدر صريراً. هذه ديدي، كف عن اللعب بالمسحوق الزلق. إنني أفكر في حل ما. انتظروا، المسحوق الزلق سيمنع إصدار الصرير. أيها التنين، أنت عبقري. جرب بسرعة يا ديدي. يبدو أنني سأصدر صريراً. وأنا كذلك. يا وحش الصرير، معي شيء سيجعلك تتوقف عن الصرير. توقف كل شيء عن الصرير. لم يعد وحش الصرير يصدر صريراً.
لم يعد هناك أي صرير. انظري إلي يا نور. احذر يا ديدي. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. عالجنا وحش الصرير ومنعنا كل شيء في العالم من أن يصدر صريراً. أشكركم كثيراً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة، أفضل رقصة في الرقصات. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا.